السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه ومتجدده للجميع سؤال ليخلصوا منحه البطاله كي تزوجوا نحولهم المنحه ولا لا في هذه الحاله يعني قادر نحكم المنحه من قادر ما نحكمش اولا اذا كان الزوج او الزوجه يعني احدهما فقط يخلص في منحه البطاله ما راحش نحوها لهم لانه واحد فقط يستفيد من منحه البطاله اما اذا كان الاثنين يعني كلاهما يستفيدان من منحه البطاله قبل الزواج اكيد بعد الزواج يجب أن يتنازل أحدهما للآخر يعني سواء الزوج يتنازل تبقى الزوجة تهز في منحة البطالة أو الزوجة تتنازل ويبقى الزوج يهز في منحة البطالة وإذا لم يتنازل أحدهما يعني بقي اثنين أو كلاهما يهز في منحة البطالة راح يوقف أحدهما تلقائيا من منحة البطالة يعني من الموقع وبعد توقيفه وإقصائه من منحة البطالة نهائيا يجب أن يسترجع الأموال التي يعني اخذها من قبل لذا كل من تزوج وكان كلا الزوجين يستفيدان من منحه البطاله يجب الذهاب للوكاله والتوقيف لمنحه البطاله من احد الزوجين هذا لتفادي اي عقوبات بعد الاستفاده لكليهما